كانت قوية. هو ابن مدينة سيدي عامر جنوب ولاية المسيلة ذو 28 سنة، محمد علي الحميدي، شاب دخل معترك التشريعيات وفاجأ منافسيه بحصوله على مقعد في البرلمان. الحمد لله رب العالمين، سخر ربي رجال وأناس آمنوا بإرادتنا وشجعونا ودعمونا بدعاء وبكل ما أوتوا من إمكانيات. أدعو الشباب من هذا المنبر أن يقتحم هذا الميدان وأن يأخذ السيادة وأن يبتعد عن هذا الهاجس، لأنه الانطلاقة دائما تكون بالإرادة وبالعزيمة. زيارتنا لبيت محمد جعلتنا نتعرف على الشخص الذي صنع المفاجأة، كيف لا وهو الذي لم يكن في حسبان الشارع المسيلي، شاب بطال من عائلة فقيرة سير حملة انتخابية بمساعدة شباب مثقف التف حوله فقط لتحقيق أسمى مبتغى بعيدا عن التهويل والتبذير. في الحقيقة هو فوز للإرادة، فوز للشباب، نصر للشباب، هو فوز للثقة، كلنا ثقة، بدأنا من صفر ووصلنا إلى الهدف ولله الحمد، كنا ذلك بالتفاف ضعفاء والتفاف وثقة المواطنين فينا. الحمد لله هذه الثقة اللي قدرنا نوصلها للشباب هو اللي التف بنا والتفينا به. افتكاك محمد لمقعد تحت قبة البرلمان لم يكن في الحسبان، إلا أن أخلاقه وإرادته تغلبت فكسب ثقة السكان.